السنغال كسبت وتأهلت، بس البعض شايف إنجاز وتأهله السنغال لمجرد بس إن السنغال بطل أفريقيا في النسخة الأخيرة ومعاه مدرب وطني عامل إنجازات طيبة. لا يا جماعة، بصوا كأس العالم المرة دي في قطر 2022 في دروس كتيرة قوي. أهم الدروس اللي احنا ممكن نستفيد بيها من هذه البطولة التخطيط. المغرب ما بتنجحش من فراغ، السنغال ما بتنجحش من فراغ، السعودية ونتائجها في البطولة ما جاتش من فراغ، حتى نتائج الكاميرون المتدهورة والنتائج الغريبة ده مش من فراغ، ده أكيد برضو لعدم وجود تخطيط في الاتحاد الكاميروني وفي تداخل في الاختصاصات، ودور صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني مع سونج المدير الفني، وده ظهر لما تم استبعاد أونانا حارس منتخب الكاميرون. لكن السنغال، أنا هلقي الضوء كده على الاتحاد السنغالي بقيادة أوغستين سينجور رئيس الاتحاد السنغالي وعضو المكتب التنفيذي في الكاف والنائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي. عمل إيه مع الاتحاد السنغالي آخر 6 سنين بس؟ عشان تعرفوا الناس لما بتخطط وبتشتغل إيه النتائج اللي ممكن تحصل على مدار السنين المتتالية. منتخب السنغال كان وصيف أمم أفريقيا 2019 اللي اتنظمت في مصر. الجزائر فازت باللقب، السنغال كانت في المركز الثاني. طب البطولة اللي بعدها 2021 السنغال فازت بكأس أمم إفريقيا. يعني 2019 كانت وصيف، 2021 كان بطل كأس أمم إفريقيا، وبالتالي ده تخطيط. فرقة بيتم التحضير والتخطيط ليها على مدار 4-5 سنين، وصيف بطولة وبطل كأس أمم إفريقيا، اتأهلت كأس عالم، وصلت دور ال 16 وعندها حظوظ توصل لأدوار أبعد من كده في مونديال الدوحة. طب ده على المستوى المنتخب الأول، هل الاتحاد السنغالي مركز مع المنتخب الأول بس ولا في تخطيط بجد؟ بصوا بقى كمان منتخبات الشباب. 2015 كان وصيف كأس الأمم لبطولة الشباب، 2017 كان وصيف كأس الأمم لبطولة الشباب، 2017 كان وصيف أيضا لبطولة الشباب، وبالتالي على مدار آخر 6 سنين 15 17 19 السنغال بتوصل فاينل كأس أمم أفريقيا للشباب وبتاخد المركز الثاني، وبالتالي بتتأهل إلى كأس العالم. طب في كأس العالم عملت إيه؟ في 2017 وصلت ثمن النهائي، في 2019 وصلت ربع النهائي. يعني الناس بتوصل فاينل كاس امم افريقيا في الشباب وفي الفريق الاول، وبتروح كاس عالم فريق اول، وبتروح كاس عالم فريق شباب. طب الناشئين، هل في الناشئين مفيش نتائج؟ لا، في نتائج كمان. وصلت ثمن كاس عالم ناشئين تحت 17 سنه في 2017. ده السنغال ناشئين وشباب ومنتخب اول. طب نروح للكره الشاطئيه، ما هو الاتحاد ما عندوش ناشئين وشباب ومنتخب اول، لا ده عنده كره شاطئيه وكره صالات وكمان كره سيدات. طب نروح للشاطئيه، بطل افريقيا للكره الشاطئيه 2016 2018 2021 2022. شوفوا السنغال بطل الكره الشاطئيه كام سنه وكم بطوله متتاليه من 2016 ل 2022. ده تخطيط للاتحاد، ده تخطيط للاتحاد السنغالي. طب نروح للكره الشاطئيه بقى على مستوى العالم، لما راح كاس عالم وصل لفين؟ ما ممكن يقول لك تمثيل مشرف وخلاص، لا. في 2019 و2017 وصل ربع نهائي كأس العالم للكرة الشاطئية، ربع نهائي كأس عالم كرة شاطئية. طب في 2021 وصل نصف نهائي، يعني كمان بيتطور فيه على المستوى العالمي بالنسبة للكرة الشاطئية. طيب منتخب السيدات لمنتخب السنغال لأول مرة بيصل إلى الملحق النهائي للمؤهل لكأس العالم 2023، البطولة اللي جاية السنة الجاية. وصل للملحق لأول مرة في تاريخ كرة القدم للسيدات، السنغال وصلت لملحق المؤهل لكأس العالم. ده ايه؟ ده تخطيط، الناس دي بتشتغل وده تخطيط. وعلى فكره رئيس الاتحاد السنغالي هو عضو في المكتب التنفيذي، يعني مثلا مش وقته كله في الاتحاد الافريقي والدولي فما بيركزش مع الاتحاد المحلي، لا، الراجل عامل تخطيط جيد جدا وعارف الاهداف اللي ممكن يحققها مع الكره السنغاليه اخر 5-6 سنين، وبالتالي لما السنغال توصل دور ال 16 وتكسب الاكوادور اللي عملت نتائج مبهره في تصفيات امريكا الجنوبيه على حساب تشيلي اللي ليها تاريخ كبير وعلى حساب كولومبيا، لا يبقى السنغال تستحق انها توصل. لما تكسب بطل اسيا يبقى تستحق انها توصل، لما تعمل مباراه كبيره مع هولندا يبقى تستحق انها توصل، لما هتواجه انجلترا ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي انا متوقع السنغال هتعمل مباراه كبيره وان شاء الله ربنا يكرمهم ويوصلوا الدور الربع النهائي. دي الناس اللي بتخطط وبتشتغل. الحلقات اللي جايه هتكلم على المغرب عملت ايه، وهتكلم على السعوديه عملت ايه، حتى لو خرجوا على فكره، يعني حتى لو خرجوا المغرب لما تكسب بلجيكا ولما تتعادل مع كرواتيا وممكن تتصدر المجموعة ده مش من فراغ،
ناس بتشتغل وبتخطط بقى لها بالظبط 5 سنين. جابت هيرفي رينارد 2018، عمل الجيل اللي حاليا موجود مع وليد الرجراجي. لما جه وحيد خليلوزيتش وعمل مشاكل، الاعلام كان ليه دور ان يجبر الجامعه الملكيه المغربيه بقياده فوزي لكجع ان يغير المدير الفني اللي تاهل لكاس العالم ويجيب مدرب وطني. ده دور الاعلام كمان اللي ممكن ينجح بلده ويخدم بلده. عندهم اعلام ما بيشتغلش لمصالح اشخاص، سواء في اتحاد محلي او في اتحاد افريقيا او في اتحاد دولي، الناس بتشتغل لمصلحه بلدها. ده دور الاعلام اللي موجود بره. الاعلام المغربي هو اللي ساهم في التعاقد مع وليد الرجراجي وشايفين النتائج الايجابيه، هو اللي ساهم في عوده حكيم زياش، هو اللي ساهم في عوده حمد الله مهاجم منتخب المغرب عبد الرازق حمد الله، وبالتالي شايفين نتائج السنغال، شايفين نتائج المغرب. السعوديه بتخطط بقى لها اكتر من 6 سنين، جايبين مدرب عالمي بقى له 4 سنين او 3 سنين معاهم، عاملين دوري محترفين بجد، قاعده المحترفين الاجانب بزياده بشكل كويس جدا في الدوري السعودي، تخطيط. الناس بتخطط عشان تشتغل عشان تنجح، وبالتالي اهل جده لما هبط في الدوري السعودي محدش قال نخفي قرار القيد ولا ده فريق ليه جماهيريه حرام ينزل درجه تانية، ده القطب الثاني في الكره السعوديه. مفيش الكلام ده، القانون بيطبق على الكبير قبل الصغير. عشان كده الكره السعوديه ناجحه، عشان كده الكره المغربيه بتنجح، عشان كده السنغال بتنجح. اعتقد واتمنى ان دي دروس الناس في مصر تستفيد بيها، لان مصر على المستوى القاعده البشريه وعلى مستوى الفنيات والامور الماليه تقدر تحقق نجاحات اكتر من كده، بس بشرط الناس تشتغل باخلاص لمصلحة البلد.